الاقتراب إلى حيث الصورة أوضح وصوت أصدق من كل محاولات التعتيم والتزييف التي يشهد عليها شعب الصحراوي إن سمته دولة الاحتلال المغربي. اقتراب جسدته الزيارة الأولى للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى عمق الصحراء الغربية المحتلة كمحاولة أممية لمعاينة الوضع هناك، خطوة احتسبتها جبهة البوليساريو في ميزان تغليب كفة كفاح ونضال الشعب الصحراوي. إن تواجد المبعوث الأممي في الأراضي المحتلة ضربة في الصميم لأطروحة المغرب التي يروج لها بشأن حسم قضية الصحراء الغربية ولمحاولات مغالطة الرأي العام بما يسمى الاعترافات بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة. التواصل الأول للمبعوث الأممي دي ميستورا مع الصحراويين داخل الأراضي المحتلة خطط له قبل هذه المرة، وحسب التقرير الأخير للأمين العام فإن ممثله الشخصي دي ميستورا لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية شهر جويلية 2022 لرفضه شروط دولة الاحتلال القاضية بحصر أماكن الزيارة ولقاء الأشخاص فيما تراه وتريد. إن دولة الاحتلال هذه المرة لم يكن أمامها خيار سوى التخلي عن موقف العرقلة، وهكذا تمكن السيد دي ميستورا من مواصلة المهمة الموكلة إليه من خلال زيارة الصحراء الغربية المحتلة. المنتظر من زيارة دي ميستورا تقرير يرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن شهر أكتوبر المقبل، فالأهم بالنسبة لجبهة البوليساريو يتعدى الزيارة باعتبارها سبيلاً مباشراً لإيصال واقع المدنيين الصحراويين والحقوقيين المسجونين، لا غاية منتهاها فعل الزيارة.